احنا برضو حق الرد، خلينا ناخد 8 وهنرجع لسبعة يا شباب. حق الرد، احنا كنا هنا اثرنا في البرنامج أزمة الأطباء بتوع الغربية، وقلنا انه في عن طريق النقابة تم حجز شقق، والشركة المنفذة للمشروع كما قال لنا المحامي اللي هو محامي الأطباء، قال ان هم نفذوا 20% والأطباء دفعوا الفلوس ومحدش استلم حاجة من الشقق حتى هذه اللحظة. ده كان ملخص الموضوع. احنا تواصل معانا الطرف الاخر، لان انا دايما بقول لحضراتكم ليس لنا ناقه ولا جمل فيما نعرضه من احداث، احنا بنحاول نستجمع الطرفين طول الوقت. فاتصل بينا يعني محامي الشركه المنفذه، وصاحب حتى الشركه كمان اتصل بينا ونفى تماما. معانا يا جماعه؟ طيب الاستاذ علي نبوي صاحب الشركة المنفذة، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، ازي سعادتك؟ يعني أنا كنت حريص لما وصلني على طول إنه في رد على ما أثاره محامي الأطباء إني أستمع لحضرتك، اتفضل يا فندم. لا، تحت أمر حضرتك، اتفضل. أشكر حضرتك طبعاً على إتاحة الفرصة لينا إن احنا نرد. شكرا يا فندم. بعض هذه المرغطات اللي انت ادت لينا. اتفضل. وده طبعا ظننا دايما بحضرتك وبالبرنامج الشهير اللي كلنا بنحترمه. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. فذلي سعادتك، بس انا ممكن بس اقول قبل الرد، طبعا انا مش يهمني الرد اكتر ما يهمني ان انا اوضح للساده الاعضاء بعض النقاط السريعه اللي هم اعضاء الاتحاد اللي هم الاطباء اللي حاجزين عندنا شغل. فلو سمحت لي في ايجاز سريع بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. حضرتك احنا تعاقدنا مع الاتحاد المهني الطبيه بتاريخ 14/3/2013. وبدأنا ننفذ المشروع في بداية من 3/6/2014 بعد صدور ترخيص البنى الخاص بالمكان. وظل العمل منتظم بالمشروع، وده حسب الجدول الزمني وحسب التقارير الهندسية الصادرة من استشاري الاتحاد والخطابات المتبادلة الرسمية المتبادلة ما بيننا وبين الاتحاد حتى 4/2016. طبعا حضرتك عارف اللي حصل في 4/2016 اللي هو زيادة رهيبة في أسعار المحروقات، ارتفاع جنوني في أسعار جميع الخامات، نتج عنه ارتفاع جميع اسعار الخامات الاساسيه في القطاع بتاعنا اللي هو قطاع المقاولات، وعلى راسها الخامات الاساسيه بتاعتنا. في الوقت ده حضرتك احنا المفروض ان احنا متعاقدين على وفق قانون المزايدات والمناقصات، كان يتعين على الاتحاد في الوقت ده وفق هذا القانون اللي احنا تعاقدنا عليه انه يعدل الاسعار بتاعته سواء بالزياده او النقصان، وده نص القانون حضرتك ان تزيد مده تنفيذها عن 6 شهور، لابد ان يتم في خلال كل 3 شهور تقييم الاسعار. تمام. طبعا ده اول حاجه حصلت، لم يحدث من الاتحاد هذا الموضوع، وبالتالي احنا وجهنا خطابات كثيره لمجلس الاتحاد، وللاسف الاتحاد كان في هذه المده بيدينا كل المدد الزمنيه اللي بنطلبها. طبعا كان وفق قرار رئيس الوزراء اللي صدر حضرتك بجلسه مجلس الوزراء المنعقده رقم 54، ان هي اتاحت للشركات اللي زينا والقطاع المقاولات بشكل عام مدد زمنيه لتلاشي الاثار السلبيه اللي نتجت عن تحرير سعر الصرف وزياده اسعار المحروقات والحاجات دي كلها. تمام. ده تاهيلا لايه حضرتك؟ تاهيلا لصدور قانون اتسمى بعد كده قانون كامل اسمه قانون رقمه 84 لسنه 2017. سمي هذا القانون يا فندم بقانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامه. خد بالك بقى يا دكتور اسم القانون ايه؟ قانون تعويض المقاولين. حضرتك راسلنا الاتحاد بالقانون. هو انتوا المقاولين السنين اللي فاتت فعلا كانت في ازمه كبيره مع وزاره الاسكان. طبعا يا فندم. بالظبط كده. وعلى فكره سعادتك اللي كان يرقص وزير الاسكان في الوقت ده هو كان نفسه سيادتك رئيس الوزراء حاليا طبعا. ولا يزال وزير الاسكان. ولا يزال قائم باعمال رئيس الوزراء، وهو طبعا وزير الاسكان في نفسه. حضرتك لما صدر القانون ده خاطبنا الاتحاد عشان يطبق علينا نص القانون اللي احنا تعاقدنا على اساسه، لان الاتحاد حضرتك رفض ان هو يطبق هذا القانون. طبعا حاجات احنا مش عارفين سببها، كل ما نبعت مده زمنيه يدينا المده الزمنيه وما يديناش حضرتك اللي هي الفروق الاسعار اللي اقرها. طيب واللي اتفضل. طيب هقول لحضرتك حاجه، احنا المشكله الوقت اللي كانت واصله لنا انه الناس حجزت وحدات وما استلمتهاش، انت حضرتك بتشرح لنا فعلا اسباب هذا التاخير. الموقف الحالي الوقت ايه يا فندم؟ بص سعادتك يا فندم، هو طبعا احنا ما فيش تاخير، لان حضرتك اللي حدث في الفتره الاخيره حضرتك وده قريب جدا، الاتحاد طبعا حب يتنصل، انا اسف لو بسرد بس سريعا، الاتحاد حب يتنصل من فروق الاسعار، فعمل ايه حضرتك؟
عمل لجنة جمعية عمومية صادر عنها قرار بتشكيل لجنة من كلية هندسة. تخيل حضرتك كلية هندسة جامعة طنطا أصدرت تقرير بتقول إيه؟ طبعًا هو عايز يتنصل لفروق الأسعار، عايز يقول إن المبالغ المالية اللي خدتها الشركة هي أقل من المعدل التنفيذي اللي حصل على الأرض، ولكن سبحان الله يأتي تقرير كلية هندسة ويقول إن الأعمال اللي تم تنفيذها على الأرض حوالي 66 مليون تقريبًا. دون ما يذكر بند كامل سماه في التقرير اساتذه كليه هندسه اللي احنا نجلهم ونحترمهم. طيب هسال حضرتك سؤال، كيف تحل هذه المشكله من وجهه نظرك؟ فندم احنا مش طالبين غير تطبيق القانون، مش اكتر من كده. القانون حضرتك كفل لكل المقاولين مش احنا بس، وصدر قانون اسمه قانون تعويض المقاولين، بيقول يا جماعه في حصل ضرب في البلد، في فروق اسعار حصلت، في تعويم سعر الجنيه حصل، في يعني حضرتك يا فندم دلوقتي متمسك بتطبيق القانون فقط يا فندم، احنا مش عايزين اكتر من كده، ولو القانون حكم علينا او لينا احنا ننطق تحت رايه القانون كلها. بالظبط، وانا اخذنا على اساس قانون ويكفلنا القانون ومستعدين لحكم القانون زي ما يكون. بالظبط، او علينا. بالظبط، بشكر حضرتك جدا وسعيد ان حضرتك وضحت وجهه النظر. فاذا يا جماعه دي مشكله قانونيه، هو عنده رد واضح جدا، في فروق اسعار حصلت نتيجه تحرير سعر الصرف، ف القانون في البلد دي رايح الناس كلها، لكن احنا يعني اللي بنماطل.